السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل البداية صلوا على النبي واذكروا الله أصدقائي في هذا الفيديو راح نتكلم عن موضوع إيقاف الإنترنت عن تطبيقات محددة يعني مثلا أنا بدي أوقف الإنترنت عن تطبيق واتساب طبعا واتساب النظامي أو عن تطبيق فيسبوك أو عن يوتيوب مع بقاء عمل الإنترنت على باقي تطبيقات الهاتف كيف هذا الشيء بيتم بطريقة سهلة وبسيطة كل ما عليكم هو متابعة الشرح إلى النهاية لمعرفة كافة التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله عدنا من جديد من اجل الشرح قبل البداية يا جماعة اتمنى منكم في حال اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا على القناة فأتمنى منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد عن نزل مشروحات وحل المشكلات التقنية بالاضافة الى زر هذا الشيء كتير بحفزنا ويساعدنا ان نستمر معكم الآن نجي ما كنا نحكي عن إيقاف الإنترنت عن تطبيقات محددة مثلا جوجل كروم أو حتى يوتيوب أو حتى فيسبوك أو إنستغرام أي تطبيق عندك في الهاتف يعني بوقف الإنترنت عن تطبيق محدد وباقي التطبيقات تعمل على الإنترنت كيف هذا الشيء بيتم؟ أنت بتحتاج إلى تطبيق اسمه إنترنت جورد التطبيق رابط تحمله بإذن الله بتلاقوه في الوصف تطبيق آمن وحجمه بسيط بعد تثبيت التطبيق نتوجه إلى التطبيق في المرة الأولى ممكن يطلب منك اذونات تعطيه سماح للاذونات وبعدها بدك تفعل التطبيق كيف بتفعل التطبيق في عندك هون هذا الخيار قم بتفعيل هذا الخيار هيك بكون تفعل التطبيق في عندي ايقونة التطبيقات او القائمة بفتح عليها بيعرض لي جميع التطبيقات الموجودة في الهاتف فبجي مثلا لتطبيق مثلا جوجل كروم راح اوقف عنه الانترنت في عندك خيار الواي فاي وفي عندك خيار الداتا او شبكة المتنقلة او شبكة الجوال السيم فلو اوقفت الخيار الواي فاي فالتطبيق ما راح يشتغل على الواي فاي ولكن راح يشتغل على البيانات او شبكه السيم في حال بدك توقف التطبيق ما يشتغل على لا الواي فاي ولا السيم او شبكه السيم فبوقف الخيار الاخر فيك هاي الخاصيه تستخدمها في حال كان عندك تطبيقات بتصرف انترنت على السيم او بيانات السيم ففيك توقف مثلا عمل التطبيقات على السيم وبتشتغل فقط على الواي فاي فلو اوقفت التطبيق نتاكد انه توقف التطبيق توجه الى جوجل كروم ومن معنا انه التطبيق آه نعمل تحديث مثلا مثل ما شايف معي التطبيق ما بيحدث ما بيعمل بحث مع انه شغال الانترنت فبرجع لتطبيق الانترنت وبقوم بتشغيل التطبيق بعد ما شغلت التطبيق برجع بنلاحظ انه التطبيق مثل ما شفت عمل تحديث بشكل تلقائي وبحث هاي الطريقه يا جماعه طريقه بسيطه استفيدوا منها ودمتم سالمين